غارات جوية استهدفت جنوب البوكمال السورية. مصادر أكدت أن الأهداف المقصودة على ما يبدو كانت مناطق تتمركز فيها ميليشيات مدعومة إيرانيا. تفاوتي بين علي خامنئي وإيران إيران نيست وبقية أخوندهم هر كومنشون هم اگر با قدرت برسن و بخوان جای علی خامنئی بشینن چاره به این به جز این روش را ندارن، یعنی اگر کمتر از این روش را انجام بدن ساقط خواهند شد و خودشون میدونن و من فکر میکنم الان علی خامنه‌ای برای تمام جامعه روحانیت، برای تمام مذهبیان و تمام چه میگن اونها که در قدرت هستن داره کار میکنه. طالما تردد مصطلح الاسترضاع خاصة على ألسنة العارفين بدهاليز النظام الإيراني، سواء من المعارضة الإيرانية أو النخب العربية والإسلامية من قيادات عربية ومفكرين ومناضلين وإعلاميين وسياسيين ومثقفين وغيرهم ممن خبروا حقيقة ما يجري.